صدق شو عم بصير. ما فيني لومك ياسمين، ما فيني لومك. انت عم تسمعي الاخبار والاحداث بالتلفزيونات والصحافه والاعلام وهدول الناس، بس انا هي الاحداث عشتها يوم بيوم ولحظه بلحظه، وبعرف تماما الكذب والتزييف يلي عملوه، خصوصا بالشيء المتعلق بالفلسطينيين وبالعرب. بس ما عم بقدر افهم تيتا، كيف شعب تعرض للاضطهاد ممكن انه يضطهد شعب تاني؟ ما بعرف، انا ما عم بفهم شو هالكره بقلوب اليهود الشرقيين للعرب يلي هن ولدوا بيناتهم وربيوا معهم وعاشوا احلى ايام حياتهم. انا ما فيني افسر هالشي الا انه هو قلة وفا ونكران للجميل. ايه هات لشوف، احكي لي شو قصتها رشا. انت اللي بدك تحكي لي شو قصتك. قصتي انا؟ لك انا عم تعملي لي جرد حساب يعني؟ جرد حساب؟ ايه، لانه من يوم ما تعرفت عليكي وانت عم تتذكري كل كلمه حكيتها وعم تتمسخري وتتمقلسي فوق منها تجرحي بالحكي. اوف اوف، كل هاد لا جرد حساب ولا شيء، قلت بنفتح سيره احسن ما نضل قاعدين ساكتين، الا اذا انت متعود تقعد على السكيت. حنان صدقيني انا ما بكرهك. شو بك؟ كله هذا لانه انتقدناك؟ شفت شو بشع النقد؟ بس هذا ماله نقد، هي مسخره وبهدله ومقلسه وتجريح كمان. يعني انا بحياتي ما تمسخرت عليكي ولا حتى تمسخرت على غيرك، بس ما عم افهم ليش هيك نازله فيني بهالحكي. طيب لا تواخذنا، بس من اليوم ورايح اذا شفتك عم تنتقد حدا رح ازعل منك. حدا ناقل لك على لساني شيء؟ لا. يعني انا ما غلطت معك، ما عم افهم ليش هيك عم تحكي معي بهالطريقه. طيب اذا انت كثير متضايق قوم روح. حنان، ولا اقول لك انا ماني مرتاحه، انت قاعد ولا ماشي؟ اه انا بدي روح، بدك شيء؟ سلامتك. يلا باي. باي. أحياناً بحسدهم لأولاد الجيل الجديد. أنا ما بحسدهم، زماننا كان أحلى. أنا بخاف عليهم وأحياناً بشفق عليهم. يمكن نحن بنحس إنه زماننا كان أحلى لأنه راح ومنتمنى إنه يرجع. إيه ممكن، بس أنت ليش بتحسديهم؟ يعني ولدوا وشافوا هالوضع سيء مثل ما هو، أما نحنا كنا شاهدين على كل شيء. البلد كانت أحلى، الشوارع أحلى، البنايات أحلى، الناس أحلى. كنا طالعين من الاستقلال وطموحنا كبير إنه نبني بلادنا، وقام صار يلي صار. قصدك إنه فشلنا ما؟ ما بعرف إذا فشلنا، بس أكيد نحن ما نجحنا. كل اللي ورتناهن ياها هزايم وحروب ومسؤوليات، حياة ما فيها شيء، وحتى المستقبل ما نو واضح. يعني عزوز كان عم يبصبس عليها؟ ليش بيسترجي؟ لكن ليش ما عطيتيه الرسالة؟ خرجه. إذا مو عامل شيء ليش خرجه؟ هيك والله صايرة بتفهمي بحركات النسوان. اجينا بقى يا ستي عالجد، قالت لي قبل ما اتركها انه بقدر اجي على الاستقبال تبعهم. هلا صرتوا رفقه وبلشتوا بالعزايم؟ من كتر موسيدرة اكابر فهمانه دغني صرنا صحبه، فشو رايك نروح الخميس الجاي سوا؟ اجباري الخميس؟ ايه. طيب اذا مو هذا الخميس يلي بعده؟ انا بدي هذا الخميس. بشوف. وعد؟ خلص قلت لك بشوف. على فكره في كتير يهود بيفتكروا انه كلمة سفارديم معناتها اليهود الشرقيين. ليش مو هيك؟ طبعا لا، ما في سفارديم بفرنسا. بالمقابل يهود اليمن لا يعتبروا سفارديم. سفارد باللغة العبرية معناتها اسبانيا، وسفارديم هن اليهود التابعين للحاخامات يلي طلعوا من اسبانيا والبرتغال. واضح انك كتير دارس الموضوع. طبعا، ما هذا تاريخنا القومي يلي لازم نكون حافظينه
مثل ما احنا حافظين اسامينا. قولي لي ليليان، انت شو رايك بمشروع قيام دوله اسرائيل؟ الحقيقه احكي ليليان، قولي لي، ما اي يهودي بالعالم المفروض يكون حلمه قيام دوله اسرائيل. وانا هيك عم اقول، بس كان ابي دائما يقول لي هالحكي علاك مصدي، ويا ما اختلفت معه. اها، مشان هيك جيتي من قامشلي للشام. مو بس مشان هيك، بس اذا بقول لك رح تضحك علي. لا اكيد ما رح اضحك. احكي انت احكي. من انا وصغيره كنت بحلم بكثير شغلات، بحلم اني اعيش مثل ما بدي، وهالشي ما كان ممكن بالقامشلي بسبب الاهل والمجتمع. قلت لحالي بنزل على الشام بلكي بقدر بحقق هالاحلام. كنت رغبانه يكون لحالي، ولهالسبب استاجرت برات حاره اليهود بس مشان اكون حره. شفت؟ كنت بعرف انك رح تضحك علي. لا ابدا، انا ما بضحك عليكي، بالعكس اللي عم تقوليه هو شيء كثير حلو وكثير منطقي. بعدين في احلى من الحريه. بيعجبني فيك انك بتفهم علي دائما. وانا اللي بيعجبني فيكي اشياء كثيره. صدقيني ليليان، اللي مثلك بس تروح على اسرائيل رح تصير اهم فنانه يهوديه بالعالم كلياته، ورح تتحقق كل احلامك. كان صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم يوزعون الطحين على الفقراء المسلمين، وكان واحدهم يخرج تحت جنح الظلام مستترا بسواد الليل ملثما لا يراه الفقير إن مد له يده، وكان لا ينظر في وجه الفقراء إن أعطاهم مالا أو لباسا أو طعاما. وكان الناس لا يعلمون من هو هذا المحسن الذي كان يتصدق عليهم حتى يقضي نحبه. وحين ينقطع الملثم عن الفقراء يعرفون حينها أن هذا الذي توفاه ربه إنما هو هذا المحسن الذي كان يتصدق عليه. فأعظم بهم من مؤمنين متعاضدين متكاتفين، وأعظم بمن بهم اقتدى، ولما اهتدوا اهتدى. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك، وبورك لسانك وبورك إيمانك. يا جماعة، الأخ محمود هو المسؤول من بعدي عنكم، وكلمته من كلمتي، وإن شاء الله رح يكون خير مني وأحسن. استغفر الله يا شيخنا. أنا رح غيب عن الشام أسبوع أسبوعين بالكثير إن شاء الله، بتكونوا أنتوا كثفتوا شغلكم من شان الأخوة بفلسطين. أول ما أرجع نتكل على الله وننطلق، وجهتنا واحدة ما في غيرها، القدس المباركة. إن شاء الله. قد ما كان بتضلها مرا يا خالتي، وما في شيء أصعب على المرا من الطلاق. من إيدها خالتي؟ ليلى ما فيها أحساس. ما سمعتي أبي شو حكى عنها يوم المشكلة؟ يوم المشكلة؟ إذا بيوم المشكلة ما كان فارق معاها، كيف هلأ بعد أسبوع؟ بتكون تعودت. أي أسبوع؟ صار لها 13 يوم ويمكن شي ساعتين. عادتي لياهم باليوم انتي؟ ايه والله يا خالتي، والفضل كله لأبو أحمد، قصدي عمي أبو أحمد. صحيح خالتي، هلأ بيجي أبوكي وبيشوفنا مالنا جاهزين. الله يرضى عليكم، كملوا قهوتكم وطلعوا جهزوا حالكم. ايه بكير خالتي، هو أنا لبعد صلاة الظهر. ولو، بدنا نكون جاهزين قبل الموعد مشان ايمتى ما اجا نكون حاضرين. بعدين هلأ بدها تجي ام عبده. يا ستي، الخميس الجاي بدي اخذك معي لعند سيدك، بركي تبطلي بتخافي من ابي كل هالقد. ليه عم تقلبيها على ابوكي؟ عجبك؟ ايه قومي وبلا حكي بلا طعمه. وانت عم تقلبيها علي؟ ها ليكا، اجت ام عبده، قومي افتحي لها يلا. حاضر. هلا انت مو عطيتها كامل مستحقاتها؟ بلا. خلص، فت بالسليم وطلعت بالسليم، صفحه وانطويت. وكتاب العمر يا أبو محمود مليان صفحات، طويت صفحة، افتح صفحة جديدة. لا عمي لا، ما عاد افتح شيء، سكرنا هالكتاب والحمد لله. كحاجتك بقى أنت تحكي هيك، بكرة بعد أسبوع بتنق بصير بدك مرة. ما عاد فكر بالزواج طالما أولادي بالبيت، بس زوج محمود وزينب بالذات ساعتها بفكر، أما هلأ أكتوبة.
محمود صار شاب وصار لازم يتجوز، وحتى لو ما تجوز بناخذ له بيت برا. قول هذا من غير شر ماله بهالدنيا، بس هذيك الثانية زينب. ايه زينب يا سيدي، لو امها عايشة ونزلت ليلى عليها ضرها ما كانت سوت الله يرحمها اللي سوته زينب خانه. خايف على زينب، 100 شاب بيتمنوا ضفرة. مزبوط، بس ما بدك هي تقتنع بواحد من المية؟ الله وكيلك من شهرين لهلا صار طالبها أكثر من 10 شباب من خيرة الناس بالبلد، بس ما عم تقبل. ليش ما عم تقبل؟ ما بيعجبها العجب. بعدين أنا عم تبني حالها، عم تبني شخصيتها، مثل الحكي اللي بالكتب. شو بدك أحسن من هيك؟ عندك بنت بتسوى العالم كله، روق عليها، تركها على راحتها. تركها سيدي تركها، ليش هي حدا بيقدر يجبرها على شيء؟ إيه الله وكيلك العلقة معها بميت علقة. سيدي طول بالك، أنا رايح على المحل اسمع أخبار، سكر والحقني، السلام عليكم. سلام، الله معك. يا ستي الشغلة اللي دمرتي عليها وعم تفكري فيها ما قالها أساس. شلون يعني؟ يعني في شغلة من كم يوم تقبشيني سمعتي فيها وعم تفكري فيها وشغلة بالك. ايه والله مزبوط. ايه ما في منا خوف، لا تخافي. الله يطمن بالك، بس قليلي ام عبدو كيف ما لا أساس وكيف ما لا بعيدة؟ شو بعرفني؟ هيك باين بالفنجان. ستي المهم ما تصير. هلأ بقى دورك ولا دورها؟ دوري أنا، رح شوف شو رح يطلع بهالفنجان. يهيا شو كأنك مقابطيني تقبشيني؟ إلك مبلا خالتي، بس للفنجان لا. إيوة شو خالتي؟ شو طلع معك؟ والله يا روح خالتك بين معي شاب قاعد بين ألف كتاب وكتاب. هاي الهدية لوفاء وهي إلك عزوز. يسلموا الإيدين، عذبتي حالك كتير. أنا وبيروت مريت على مكتبة أمتى تذكرتك وجبت لك هدية صغيرة، وهون في شوية مراسلات لجبران ومي. تتذكر أول مرة أجيت فيها لعندك سألتك عنه؟ إيه طبعاً طبعاً بتذكر، يسلموا الإيدين. أنت هديتني كتاب أول مرة بجي فيها لهون وما كنت بتعرفني. أنا هلأ عم بهديك بعد ما صرنا رفقات، يعني لساتك أحسن مني. الله يسامحي. تفضلي تفضلي. وفاء عم بتشوفها؟ ايه عم بشوفها طبعا. الله يخليك، خبرها انه الخميس الجاي في وفد نسائي جاي من لبنان ورح يكون في محاضرات وحوار. خليها تفكر، اذا بتقدر تساهم بشي بهذا الاجتماع تحضر حالها وتجي لعندي على البيت اذا بدها او اذا قدراني. ايه اكيد اكيد بدها. مو لازم تسألها بالاول؟ ايه بسألها يعني، بس بعرف انه هي اكيد بدها. هلا انت بتمون عليها صحي، بس مو كل هالقد. آخ لا بمون ولا شي. أنت بتعرف إنه هاد الحكي مانو صحيح، وبتعرف كمان إنك غالي كتير عند وفاء. لك هي وين وأنا وين؟ أنت بتعرف إنه وفاء ما بتفكر هيك. إذا هي ما بتفكر هيك طيب أبوها شو؟ طيب العالم شو بدها تحكي؟ عزوز خلي أملك بالله كبير. وشو رأيه أبي؟ بشو؟ آه؟ يعني قصدها انه اذا زبطت معك كل هالقصص شو موقف ابوها من هذا الشب؟ شو كأنك مصدقة؟ هلأ منشوف فنجانك. هلأ كملي لي خالتي وبعدين. يا حبيبة قلبي في عندك طريق ابيض طويل كتير وما في ولا نقطة سودة. ليكي شوفي الطريق، شوفي شو ابيض. ايه ما عم شوف شي. شو يعني؟ يعني امورك بالسليم تقبشي قلبي. نزعتي فنجانك؟ ايه انا هالقصص كلها ما بتقطع بعقلي. خافت خالتي. ايه ست فاديه شو ناطرين؟ ناطرين ابو احمد. يهيا ليش شو دخل ابو احمد؟ ما هو اللي بده يجي ياخذنا. انت ابشيني. قوموا قوموا يلا نمشي يلا. والله ما بمشي بدون ابن عمي. لك هو قال نمشي وما نستنى. صحيح خالتي اليوم الثلاثة؟ لا اليوم الاثنين. ليش شو يعني الثلاثة؟
شو حبيبتي شبك؟ خايفة. من شو؟ من شو؟ من الشيء اللي صار معنا. أنا ما كنت متوقع أبداً إنه يصير هيك شيء. صدقني هاي أول مرة بحياتي. أنا ما قصدي إنه هذا الشيء صار مو منيح بس. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. هاي أول خطوة باتجاه إنك تعيشي حياتك مثل ما بدك. بعدين الحرية بدها شوية جرأة. يمكن. حبيبتي طلعي فيني. طول ما أنا جنبك أوعك تخافي من شيء. أكيد ما رح أدر لك ظهري وأمشي. عن جد. يلا صار لازم أروح. فؤاد إمتى رح أرجع أشوفك مرة تانية؟ يعني ما بعرف حسب شغلي بس بوعدك إني ما طول عليك. ولك دخيله أنا. خبرتي رأفت عن الفيل؟ بيعرف، هو اللي خبرني عنه بالأول. قصدي قلتي له إنك رايحة معي؟ إيه لك؟ قلت له. إيه شو قال لك؟ قال لي روحي وانبسطي. أوقات بحسه مو فارقة معه شيء. روح مطرح ما بروح. يا ستي أريح لك تحكي بعبك. صحيح ربيعة، فؤادي بيعرف إنه أنت ورأفت متجوزين بالسر. أنا هيك قلت له. ليش بقى؟ ما بيهون على فؤاد انه وحدة تكون عشقانة حدا ومو متجوزته. كأني طول هالمرة. خليها لالله رح يطق قلبي. وهالمسكين ابو علي ايش عم يساوي؟ يا ابو قلبي الله يصبره ويصبرني. وداف يعني بلكي هالمرة جوزك ما سافر. ايش بدك تساوي انت وابو علي؟ هالمسكين اكيد بيكون قلبه فاير بعد هديك المرة لما انقجى جوزك. يا 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 لا تذكريني بوقف قلبي. وداد اذا بدك تعالي وشوفي هون. عم تحكي عن جد؟ ليش انا بحكي غير جد؟ بوس روحك انا. ليش اجينا لهون؟ حبيت احكي معك على رواق. في كم موضوع قلقني. خير فؤاد شو في؟ بدي اياكي تقنعي عمي ابو اسحاق انه يهاجر معنا. ما تتخيلي قد ايه بحبه لابوكي، بحسه مثل ابي، مو هين علي انه يبقى هون بالشام. ما انت حاكي معه بهذا الموضوع وبتعرف رايه منيح. صحيح. بس لما انا احكي معه مو مثل وقت بتحكي بنته الحلوه الاموره اللي بحبها وبيدللها. ايه صحيح لما انت تحكي معه القصة بتنقضى بزعلة يومين، بس لما حدا من اهل البيت يحكي معه فالقصة اصعب بكتير. يا خسارة، يا ريت لو بيقتنع. ما رح يقتنع. هذا الموضوع خلصنا منه، بس انت كان فيك تحكي معي هذا الموضوع عندكم بالبيت. ليش جايبني على هالخرابة؟ اما الموضوع التاني له علاقة باللي عندي بالبيت. مين قصدك؟ وداد؟ وداد. انت ما لك ملاحظه عليها بالفتره الاخيره انها متغيره؟ كيف يعني؟ يعني سلوكها، طلعتها، فوتتها، هيك شيء. وداد هي ما تغير فيها شيء. انت ليه عم تسال في شيء؟ اخ يا رشيل اخ، حاسه متغيره معي كثير بالفتره الاخيره. صايره بارده ورسميه وما عاد في عندها لهفه ومدري كيف صايره. من ايمت هالحكي؟ من لما بلشت احكي معها بشكل جدي بقصة السفر. ولك تخيلي رافضة قصة السفر نهائيا، وكأنها مو يهودية. هالمخلوقة حتى اسمها مو يهودي، يعني مو مثل اسمك رشيل. على فكرة رشيل، انت بتعرفي انه بسفر التكوين في آية بتحكي عن جمال رشيل؟ شو كانت شو كان عيونك نسوني اياها. اما رحيل فكانت حسنة الصورة والمظهر. تماماً مثلك. بس يعقوب لما حب راشيل ما كان متزوج، هي أولاً. ثانياً يا أستاذ فؤاد، لما بدك تجيب بنت على هيك خرابة
وتسمعها كلام طالع نازل. يا ريت ما تقتبس من التوراة، حرام. خاطرك فهد. عم بيقولوا موضوع التقسيم حميان والقصة جد مو مزح. لسه ما عاد شي جديد؟ كل مالهم الأمريكان عم بيأجلوا الجلسة. وليش بقى؟ بدهم يضمنوا أكبر عدد من الدول ليصوتوا لصالح المشروع. وبيمرق قلتك؟ سيدي المرق مرق وإن ما مرق ما عاد فارقة. شلون بقى؟ هلأ إذا مرق ونحن عرفنا نشتغل صح، اليهود ما بيطولوا شبر من فلسطين. أما إذا ضلينا الأخين بدن وحياتك ليبلعوا فلسطين كلها. عليكم. وعليكم السلام والإكرام. علي أبو قاسم شلونها؟ الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله دائما. شو طمني، في جوازة جديدة؟ نحن من بعدك أخي محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. علي أخي تفضل. حضرتك أبو محمود الكلاس؟ نعم أنا. تفضل شوف لنا الطلبية. يا سيدي مو طالبين إلا اللي عندي إياه، واللي خالص مو طالبينه. موجود عمي، كله موجود. الحمد لله عمي. عمي انت بدك تشتري لما انت مرسال؟ مرسال عمي مرسال. وعلاقتي معك ولا مع معلمك؟ مع معلمي. بعتوا عمي طلبية جاهزة، لبين ما نكون زبطنا فواتيرها وتحاسبنا بيكون العمال حملوا. فواتير شو معلم؟ فواتير البضاعة. حدا بياخد حق تبرعات؟ تبرعات لمين حبيبي؟ تبرعات للأخوة بفلسطين. لك عمي هلأ كنت عم تقلي إنك مرسال وإنه معلمك بعتك. إيه نعم بعتنا نجمع تبرعات. وبعتك لعندي خص ناس؟ إيه نعم. مين معلمك عمي؟ معلم الشيخ محمود الكلاس. إيوة ندفعهم سوا لا تهكذا. صباح خير ماما. صباح النور حبيبي. رايع الشغل؟ ايه ماما طالع الشغل. شو هاي بيدك؟ هاي دعوة وصلتنا هلأ من مؤسسة إسرائيلية تابعة للإيباك. وشو بدهم؟ ما في شي مهم بس دعوة للتبرع. تبرع لشو؟ تبرع للطلاب اليهود. ما راح أدفع شي جو. ما راح أدفع شي. طيب لا تعصبي، نعتبر إنه الدعوة ما وصلتنا وخلاص. ما عم بفهم ليش الطلب اليهود دونا عن كل البشر ساتهم بهالنزع حاملين وماشين فيها. طيب انسي الموضوع. زيتا حكيت مع المحامي. رح شوفه اليوم المساء بمكتبي ورح يخبرني شو صار معه. جو خلصني من هالمسخرة بأي طريقة يا حبيبي. اوكي مام. وكل هذا الحكي من باب الاحتياط، يعني إذا حدا سألك هيك بتحكي. طيب في مجال تقلي شو صاير معك؟ لأنه عن جد ما عم بفهم عليك ولا كلمة؟ إيه، وبتقول لميشيل كمان بطريقة أو بأخرى إنه أنت كنت مواعدني، أما تركتني ورحت لعنده، يعني مشان هيك إذا حدا حكى قدامه شيء. ماهر ما لا تحكي مشان ما أنسى شيء. إذن أهم قصة بهذا الموضوع كلياته إنه أنت كنت محبط، وأنا جاي لعندك، أنت نسيتني ورحت لعند ميشيل، فهمت؟ ليك ماهر إذا ما بتقلي شو صاير معك وبالتفصيل من القسم بربي ما عاد اسمع منك ولا كلمة. هلا أنت شو بدك بشو صاير معي؟ أخي بدي أعرف. مو ضروري تعرف. لا كتير ضروري إنه أعرف. هلا إذا حكيت لك تعمل لي فيها شريف مكة. والله على حسب شو بدك تقلي.
ما حكت لك شي؟ وين هلأ؟ ليكا نايمة جوا. المهم منيح اللي اجيتي. أنا بدي روح على البيت هلأ لأنه بدي سافر بكرة على بيروت مشان جيب أمي. مو على أساس الأسبوع الجاي؟ خلص قررت بكرة سافر. أنت ليش محمل حالك مشاكل لبنى وماهر؟ اتركهم يصطفلوا. أنا بعرف، كل ما بقول لحالي ما بدي اتدخل بلاقي حالي متورط بالقصة. بدك شي؟ بدي سلامتك. دير بالك على حالك. وانت دير بالك على حالك وعليها. يلا باي. مع السلامة. سامعتيني؟ لندى ونادر جايين مع أبوهم؟ أكيد. شو بيضلوا هنيك لكان؟ ليش ما يضلوا هنيك؟ شو فيها؟ ما هنين أمريكان. إيش هالحكي هاد؟ أوام أمرك تيون؟ أولادي أمريكان ماما؟ يا ستي مو بس أولادك، أنتي وجوزك كمان تأمركتوا. نحنا منكبر ومنعلم ومنربي وبس يصيروا هالولاد مناح وفهمانين تشوفتون أمريكا. نحنا عرب سوريين ماما. وحاملين الهوية السورية ورح نضل حاملينها طول العمر. بعدين لا تنسي ماما إنه سوريا من الدول القليلة يلي بتسمح للواحد يحتفظ بجنسيته مع جنسية أجنبية تانية. الواحد لازم يحمد الله ويشكره إنه هالولاد خلقوا وربيوا وكبروا وهني برا وبيحكوا عربي كأنهم عايشين هون. أي والله عن جد نعمة كريم. نحن الحمد لله نادر وندى مو بس فيهم خير لأبوهم، لا فيهم خير للعائلة كلها. شوفوا ندى بأحلى بضل بعزبها بالإيميلات وبالطباعة وبالترجمة وبتتم تقلي أمرك جده وشو بدك وشو لازمك لعيونك يا جده. ايه على هالسيرة، شو رأيك نحط كمبيوترك القديم برا بالصالون؟ هاي صار عندك لابتوب أمريكي، ليش ماسك بهاد؟ عم فكر ضل على القديم وأعطيك اللابتوب الجديد تنتعي معك بالصبحيات وبالسهرات تبعك، بيطلعوا لهم شي 10 ب10. ما يا سيدي عادات النسوان أحسن من المؤامرات والسياسة تبع الرجال. ماهر ليه ما عاد شفت لبنى معك؟ وينها مسافرة؟ صار لي أكتر من أسبوع مو شايفة. متخانقين؟ ايه صار لي حكيان معها أكتر من 100 مرة وما عم بترد علي. لك حتى نجيب صار له أسبوع موبايله خارج التغطية. طيب بلكي صاير معهم شي بالعيلة؟ أخيلك ملا عيلة يعني قد ما كان يسوى تسأل. رشا يسألك سؤال. هلا أنت بنت وصبية تفهمي أكتر مني بعقلية البنات. هلا اذا انت كنتي بتحبي واحد بتموتي عليه وصار لك انت وياه فتره منيحه مع بعض وعلى وش خطبه وصار هيك واجتمعتوا بمكان لحالكم هيك شي ربع ساعه وحاول انه يقرب عليكي ويضمك، فهمتي علي؟ ما فهمت عليك. ايه شو رايك؟ انا شو دخلني بهالموضوع؟ هلا هو ما دخلك بس يعني هيك من باب الفضول. هلا انا بفكر بهالموضوع بطريقه يمكن ما تعجب كتير ناس بس انا بقول انه مو انه يكون على وش خطبه، لمجرد انه يكون في رغبه مشتركه فهالشي بيخلي اي علاقه بيناتهم علاقه طبيعيه. عن جد هاد رايي؟ طبعا هاد رايي، يعني هذا شيء طبيعي بس مجتمعنا كله عقد وهاد سبب الخيانات، عشان هيك بيصيروا بيخونوا بعضهم.
بس بتعرفي شغله؟ هاي ما عاد اسمها خيانة. يعني إذا الواحد حبيبته ما خلته إنه يقرب عليها وعمل علاقة مع وحدة تانية ما عاد اسمها خيانة. هلأ هذا حديث تاني. يعني إذا أنت بتحب بنت يا أما بدك تقبل بشروطها يا أما بدك تدور على بنت تانية تقبل بشروطك. وبالمناسبة في كتير بنات بيقبلوا بشروط العلاقة المفتوحة. هذا كله حكي؟ لا مو بس حكي. يعني هلأ أنت بتقبلي بعلاقة لمجرد أنه علاقة؟ يعني مو شرط يكون فيها زواج أو خطبة أو حتى حب؟ يعني ما في أحلى من العلاقة إذا في حب. أيوة. شو؟ مو مصدق؟ بصراحة؟ إيه؟ لا إيه تصطفل. أنا مو مضطر جاملك بهيك موضوع، أنا عم بحكي قناعتي. لا جامليني، اقنعيني إنه ما عندك مشكلة بهيك علاقات. ومو مضطر أقنعك بشي، هاي شغلة لبنى مو شغلتي. ألو؟ أهلين ماما. ليكني بالمرسى. لا مو لحالي، أنا ولبنى. ليكا نايمة ما بعرف شو صاير معها. والله يا أمي أسبوع تاني على هالحالة وبيروح علي المشروع. ما بعرف، صلي أسبوع ما عم بقدر كفي لوحة واحدة. رح جن يا أمي رح جن. أنتي لا تاكلي همي، لما لاقي حالي فاضية رح مر لعندكم. اشتقت لكم كتير. مع السلامة حبيبتي، باي. يا خالتي ليش قلقانه كل هالقد؟ كلها كم يوم بنعمل عيد ميلاد بابا وبعدين منسافر وبتروحي معنا لعند وداد. هلا كل هالحكي اللي حكيتي لي بدك يعني ما اقلها؟ لا تخليني اندم اني خبرتك خالتي. وداد ما بنخاف عليها، حطوا له محامي كبير، بعدين القصه محاوله ابتزاز فاشله. طيب وهذا اليهودي اللي انقتل عنده؟ ما انقتل عنده يا خالتي، ما انقتل عنده، انقتل بالفندق، هي ما لها علاقة. اليوم بتتصلي فيها بتسألي عنها بتطمنيني عليها بتسأليها إذا عم تضايقه ولا لا. ماشي، اليوم بتصل فيها وبخبرك شو بصير معي. ولا قلك أنا وياك المسا بنحكي معها، شو رأيك؟ بكون قاعدة معك لما بتتصلي. لك بدك تكوني قاعدة. معقولة يكونوا أخذينها على المغفرة يحققوا معها؟ كبيرة ما بتتحمل. مغفر يا خالتي مغفر. تفضل، مكان أريح لك تضل متسطح جوا. تكلم إيديك فيها العافية. الله يعافيك. مشغول بالي على اولاد عروبة ما يحسنوا يجوا. لا تشغل بالك، ان شاء الله رح يقدروا يجوا. ويا سيدي اذا ما اجوا السنه بيجوا السنه الجايه. يا زينب بطلت احسب للسنه الجايه من زمان. حساباتي كلها صارت بالشهر والأسبوع، إذا مو اليوم والساعة. يمكن السنة الجاية بيجوا بيزوروا تربتي. شان الله لا تحكي هيك قدامي. إيه الله أكرمني كتير، بس حاب شوفهم هيك مجموعين كحل عيوني فيهم. كل عمرك بتحب جمعة العيلة. لما بلم العيلة كون عم لم حالي. صدق اللي قال اللي خلف ما مات
كيف ما مات يعني؟ يعني البني آدم بالآخر بده يكبر وده تروح صحته وعافيته من جسمه، بس كلها هي بتطلع بولاده. كيف يعني؟ يعني بتخلق بولاده وأحفاده. أنا مثلاً بشوف أفكاري وآرائي والشغلات اللي بحبها بعروبة، وبشوف لهفتي للعالم بنجيب، حديتي وعنادي بحنان، كل واحد منهم أخذ مني شيء. لهيك لما بتنسل عافيتي بشوف عم تطلع بولادي وبأحفادي، ساعتها بس بحس إني ما رح موت. وأنا بعد هالعمر صرت أعرف شو يعني إنه اثنين يصيروا بني آدم واحد. قديش في حكم وأمثال منحفظها قبل ما نفهم معناها الحقيقي لحتى نعيشها. تعرف أبو أحمد، إذا في شي بتمنى لأحفادي هو إنهم يعيشوا بهالحياة نص أو حتى ربع يلي عشته معك. شو؟ أرجعكم بعد شي ساعتين ثلاثة؟ عادي ولا بلا غلاظة. أي الله يطعمني مثل ما طعمكم. شو صار أولاد عروبة جدو؟ حكى عمو علي والحمد لله مشي الحال. أوف الحمد لله الحمد لله. تعالي تعالي عادي جنبي بدي إياكي وقصة. شو جدو؟ بدي أحكي مشان أمك فاطمة. أنا بعرف إنه اللي صار بينكم وبين أمكم يعني يحزن وبيقهر وبيجرح القلب، بس هذا اللي صار، وأمكم حابة تفتح صفحة جديدة معكم. أي تأخرت كتير. تأخرت، بس تتأخر أحسن من إنه ما تصير نهائيا. هي بالآخر أمك، وما حدا بيعرف قيمة الأم. غير يصير عنده أولاد، والله بعرفها. لا مو لحتى يصير عند أولاد، ما حدا بيعرف قيمة الأم ليخسرها. أنا كل عمري خسرانتها، شو اللي فرق؟